السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دائما في إطار امتحان الموحد، المادة التي تستعيد للامتحان الموحد خاص بالمستوى السادس ابتدائي، إليكم الجزء الثاني أعزائي الصغار، الجزء الثاني الخاص بمادة التربية الإسلامية، والتي قلت سابقا أنها دائما تكون مرافقة لامتحان اللغة العربية، لأننا نجري فقط هذا الامتحان بالنسبة للغة العربية في هذه المادتين فقط، وايضا في الفرنسيه والرياضيات. اذا اللغه العربيه التربيه الاسلاميه، فرنسيه، رياضيات. اذا كيف ما كتشاهدوا هنايا معايا، يمكن لكم تاخذوا النص، عندنا الوضعيه، ثم عندنا الاسئله، يعني يمكن لكم توقفوا الفيديو وتاخذوا تكتبوا يعني الاسئله وتبداو تجاوبوا سؤال بسؤال، فقط يكفي، لان كل امتحان سهل جدا جدا، يكفي فقط انكم يعني تنتبهوا الاسئله، تقراو مزيان، قراو عاود قرا، قراو عاود قرا بالنسبه للوضعيات الاسئله، و يعني الامر سهل، ما كاينش شي حاجه، يعني الدروس او الاسئله كامله متعلقه بالدروس التي راينا في البرنامج. عندنا كتلاحظوا الاسئله خاصه بالوضعيه الاولى، ثم عندنا الوضعيه الثانيه كيف ما كتشاهدوا اعزائي الصغار، هي ثم الاسئله الخاصه بها. ما كاينش شي حاجه اللي هي صعيبه، اسئله جد جد واضحه فقط، يعني الا كنتي كتنساب الدروس خلال البرنامج، شرح البرنامج طرف استاذ في الحصص الدراسيه، فلن يكون هناك اي لن تكون اي صعوبه الاجابه عن الاسئله. اذا نخليكم ان شاء الله واحد مهله، وطبعا ساقترح في فيديو اخر قادم بحول الله، فيديو اخر يضم الأجوبة، فكونوا على الموعد.